وفي تصريح خاص لمركز الأخبار، أكدت أمين القعود مدير إدارة التنظيم والهندسة الإدارية بديوان الخدمة المدنية على هامش الملتقى الحكومي الرابع 2019، أكدت أنه تم الانتهاء من إعادة هيكلة 27 جهة حكومية من أصل 56 جهة حكومية حتى اليوم بهدف تطوير العمل الحكومي. الشغل الأساسي اللي على عاتقنا طبعا إعادة هيكلة الجهات الحكومية مثل ما تفضل سيدي صاحب السمو ولي العهد، فإن تم إعادة هيكلة 56 قطاع، تم الانتهاء من 27 جهة من هاي الجهات، وجاري العمل إن شاء الله على استكمال باقي الجهات الحكومية. طبعا هو كل هذه يصب في غرض بما يصب في مصلحة التوازن المالي، برنامج التوازن المالي على ضوء برنامج التقاعد الاختياري وظهور عدد من الموظفين في ضمن البرنامج وما يترتب عليه من إعادة هيكلة الجهات الحكومية.